الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة المباشرة، وذلك كل يوم اثنين من برنامج الإسلام والحياة، والذي تأتيكم على تمام الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السادسة إن شاء الله تعالى. ونستضيف في هذه الحلقة كالعادة صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس، فأهلا وسهلا ومرحبا بك شيخنا، حياكم الله. يا أهلا وسهلا، حياكم الله شيخنا. قبل أن نبدأ إن شاء الله نذكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات بأرقام الهواتف التي تواصل معها إن شاء الله، تواصل معنا عبرها البرنامج هذا إن شاء الله. من 094 طبعا البرنامج الرقم 466 56 80، والرقم الثاني 094 466 56 81. والإخوة إن شاء الله تعالى الذين يتابعونا عبر الشاشة الهائلة التلفزيون إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تتخذ الأرقام تباعا بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا حياكم الله، مرحبا بك مرة أخرى. شيخنا، ما زلنا في مسألة هذا الضرورات الخمس، وكما ذكرت حضرتك مسألة الدين والنفس والعقل، واليوم نتناول إن شاء الله تعالى مسألة النسل، أو كما يسميها ظن بعض العلماء العرض، مسألة النسل والعرض. وممكن شيخنا يعني كما ذكرت حضرتك أن الشرائع كلها اتفقت على هذه الضرورة الخمس، وجاء الإسلام ليؤكد هذه المسألة لحاجة الناس إليها ولضرورة الناس إليها. بارك الله فيك شيخنا، المحافظة على كلية هذه النسل، على موضوع النسل من ناحية الوجود والعدم كما تحدثنا عن الدين والنفس والعقل، من جانب الوجود ممكن شيخنا تناول مسألة بما نحافظ به على هذا النفس الإنساني، أو هذه النفس المسلمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على الزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج، وغير ذلك. فشيخنا، هل من الحكمة حكمة الزواج هو وجود النسل، أم أنه فقط لمجرد قضاء الوطر مسألة الزواج؟ بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، فأولا أحييكم وأحيي مشاهديكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وربما قبل أن نخوض في مسألة المحافظة على الكلية الرابعة من كليات الخمس وهي النسل من جانب الوجود كما ذكرتم، ربما يعني نكمل شيئا قليلا مما تبقى من الحلقة الماضية فيما يتصل بالمحافظة على العقل من جانب العدم. وقد تحدثنا عن المسائل التي تؤثر على العقل من جانب العدم، وذلك بإذهابه كليا أو تعطيله جزئيا. فتكلمنا عن الخمور والمخدرات والمفترات وما يدخل في بابها، كذلك حتى النباتات، بعض النباتات الضارة والأطعمة الضارة إلى آخره، كلها مؤثرة على العقل فيجب منعها. لكننا لابد أن نخص يعني بعض العقوبات التي وضعها الشارع بهذا السبب للمحافظة على العقل من جانب العدم. ولذلك نجد الشارع الحكيم وضع حدا لقضية شرب الخمر، فيعني وقد اختلف فيه الناس كما تعلمون. لأنه لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة ولا القرآن الكريم لم يأتي بحد مقرر، بل إن الشارب يعني قد ضرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالنعال والخفاف والأيدي وما إلى ذلك، لكن استقر الأمر بعد ذلك في عصر الصحابة على قضية ضربه ما بين 40 على قول كثير من الصحابة، وعلى 80 على قول مجموعة من الصحابة كذلك، وخصوصا هذا الذي التجأوا إليه بناء على قول علي رضي الله عنه، لأنه قاس قضية السكر بما أنه يجلب ويترتب عليه هذيان، والهذيان قد يقذف فيه صاحبه شخصا بريئا يتهمه بالزنا سواء كان ذكر أو أنثى، وبالتالي
يدخل معنا مسألة 80 جلدة. فهذا الاستقراء يعني كأنه قذف يعني. نعم ما يوافق هذا فقد افترى وقد افترى وقد قذف والقذف يعني 80 جلدة بالضبط. فهذا الذي استقر عليهن. أما بالنسبة للمفترات والمخدرات فلم يأتي حكمها لا في القرآن ولا في السنة، ولكن المسألة أخذت بالقياس. مثل ماذا شيخ المفترات؟ مثل ماذا المفترات؟ مثل ماذا يعني؟ مفترات نوع ما تو الآن هالمنشطات هذه أو ما يسمى بالحبوب الآن التي يتناولها كثير من الناس، كانوا قديما يتناولون بعض النباتات التي تفتر، يسترخي بها الإنسان ويرى عالما آخر، ولكنها ليست من الخمور في شيء. فيعني هذه تدخل حتى معنا في الخمر. نعم. أو نعم. 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 فهذه لها تعزيرات، والتعزير أحيانا عند كثير من العلماء قد يصل إلى درجة القتل. ولذلك ترى بعض الدول الإسلامية التي اعتنت مسألة العقوبات على المخدرات مع أن يعني شأنها أضر بكثير من مسألة المسكرات. نعم. ولذلك جعلت حد جعلت لها عقوبة القتل، لأن خصوصا يعني نشرها بين الناس إفساد للمجتمع بأسره. فلذلك لابد من الحكومات من الاعتناء بهذا الأمر ومنعه وتشديد العقوبة عليه. هي قضية ضرب السكران 80 جلدة أو حتى 40، وقضية المخدرات تصل إلى درجة الإعدام، قد لا يستسيغها بعض الناس ممن يكون تفكيره جامدا، لكن إذا أعمل عقله فإنه سيجد أن هذه كبح جماح أناس سيضرون بالمجتمع بأسره. بالضبط. ونحن الآن ربما قبل سنوات كنا لا نتصور أن المجتمع الليبي يحدث فيه ما حدث اليوم. صحيح. لكن الآن أمامنا عفوا المسألة واضحة. صحيح. نعم، فقد أثرت شرذمة قليلة في مجتمعنا بأسره، يعني عن طريق تناول المخدرات. نعم. أحيانا حتى مجانا تعطى. صحيح. حتى يعني يكون لهم سوق بعدين. نعم. بعد ذلك يحتاج هذا حتى تتمكن من الشباب. نعم. فيلجأون إليهم ولا بد. صحيح. ولذلك معناها لا بد من تشديد العقوبة، وأنا مع عقوبة الإعدام فيما يتصل بالمخدرات. نعم. سواء تناولها أو إشاعتها بين الناس ومتاجرة فيها، بل إن المتاجرة فيها أشد من قضية تناولها الشخصي. فربما الشخص قد يعاقب عقوبة أخرى تعزيرية، وربما يعالج خصوصا بداية الأمور. نعم. وربما يعني يشفى من هذا الداء العضال، لكن من يعني ساهم في مسألة انتشار هذا المرض الخبيث. صحيح. عند الناس في مجتمع بأكمله لإفساده، لا شك أنه لا شك أنه يجب أن ينتهي لعقوبة الإعدام. نعم. نعم. حتى يكون عبرة. ولو فعل ذلك لانتهى بسرعة، لأن لكن لما يعرف الناس أنه لا عقوبة موجودة. صحيح. لا بأس القانوني ولا في حيث الواقع. صحيح. ولذلك يعني أصبحت الآن، وهذه أمر غريب والله ما كنت أظن أني سأحيا إلى زمن أرى فيه مثل هذا الأمر، في الشارع تدعى لشراء هذه الأمور. ما كنت أظن المجتمع اللي بحاجة. بل يا شيخ في المدارس والجامعات هناك تجارة يعني رائجة في موضوع المخدرات، وهذا ثبت حقيقة يعني. احنا في الستينات. نعم. وفي أوائل السبعينات يعني إذا سمعنا بقضية المخدر تنطلق أو ينطلق تفكيرنا إلى ما وراء الحدود. أما داخل البلاد ما كنا نظن أبدا أن هذا يصل إلينا، لا حتى ولو قليل منه. نعم. لكن للأسف. نعم. هذه بالنسبة لقضية العقوبات. ولذلك لا غروة ولا عجب أن يشدد في عقوبات هذا الأمر، لأن هذا يقضي على شباب المجتمع. أي خطر الله. نعم. ولذلك ترى أنت بعض الشباب الآن يسوقون سياراتهم، يقودون سياراتهم. نعم. يعني بلا عقل. صحيح. يعني يأتي في الطريق المضاد ويعني
يعمل موسيقى صاخبة كأنك في إحدى، بل لا تسمعها أحيانا حتى في شوارع أوروبا. صحيح. ولا يخشى أحدا، ولا والحياة انقطع. نعم، فالمسألة هذه كلها لابد من وجود عقوبات رادعة. نعم. ولذلك مسألة وجود مجموعات للنهي عن المنكر مسألة مهمة جدا. نعم. صحيح يجب أن تتخذ فيها الاحتياطات، لا تسلم لا يسلم هذا الأمر لأي كان الناس بالظن يعني. نعم، لا نعم. شك في ذلك، لا بد من التأكد واليقين يعتنى بهذا الأمر. صحيح. وأن لا يؤخذ أحد مجرد تهمة. نعم. قد تكون باطلة. صحيح. لكن من يتأكد من وجود هذا فيه أو فعله يعني لابد أن يعاقب. نعم. نعم. فتنتهي المسألة رأي. أكيد. ولذلك العقوبات رادعة جدا. فانظر معي يعني حتى في أوائل الإسلام ما كان الناس ملائكة. نعم. أبدا، بشر. صحيح. يعني فيهم المطيع وفيهم العاصي وفيهم كذا، وفيهم اللي تحدثه نفسه بالسرقة، ومنهم من تحدثه نفسه بالزنا إلى آخره. نعم. لما يقام الحد على شخص أو اثنين تنتهي المسألة، تنقطع. لكن إذا يعني علم الشخص أن لا عقوبة لا قانونا ولا واقعا. نعم. فإنه لا يرتدع، بل يزداد غيا في ويؤثر على المجتمع بقضية التقليد. نعم. لا حول ولا قوة. شيخنا، نعم. يعني هل عندكم شيء من زيادة في هذا الباب، مسألة الخمور والمفترات، أم ننسب إلى الحوار الآخر؟ نتحول إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا الكريم. إحنا ذكرنا إن شاء الله تعالى لضرورة اليوم النسل، وهي ممكن شيخ من جانب الوجود هي حافظ عليها الإسلام وشرع الزواج وحث عليه، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالشيخ، هذا الزواج حكمته هو الحفاظ على النسل أم ماذا؟ بالنسبة للنسل، وبعض العلماء يذكرونه كما ذكرتم في المقدمة بأسماء أخرى، منهم من يسميه المحافظة على النسب، ومنهم من يجعله الحفاظ على العرض. نعم. والحقيقة كل الكلمات يشملها هذا الموضوع. نعم. فبالنسبة للدين، بالنسبة للإسلام، جاء أو من مقاصده المحافظة على النسب وعلى النسل وعلى كذلك العرض. نعم. من جانبي الوجود والعدم، فنحن نتحدث عن الوجود. نعم. وأول هذه أو أول خطوات هذه المحافظة لا شك أنها الحث على الزواج. نعم. فالزواج فيه حفظ للنسب والنسل والعرض وكل ذلك. نعم. ولذلك حث عليه كما ذكرتم في أحاديث كثيرة، وكذلك حث عليه في القرآن الكريم. نعم. إذن هذا الحث الشديد وأمر الشباب بالتزوج، قد ورد حديث كثير تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وكذلك ما ذكرتم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم. إلى آخر الحديث، كل ذلك بسبب الحفاظ على هذه الأمور مجتمعة. نعم. هي قضية النسل هذه أولا. نعم. لأن إذا لم يكن زواج أي لم يوجد زواج، هذه يسموها علماء النحو كانت تامة. نعم. تأخذ فاعلا ولا تأخذ اسما وخبرا. نعم. نعم. إذا لم يكن زواج فسيفنى العالم، قضية منطقية معروفة، إذا كل الناس امتنعوا عن الزواج أو تزوجت منهم فئة قليلة. نعم. فإن العالم سيفني بالتدرج، لم ينتهي المسألة، وهذه الآن تعاني منها أوروبا. صحيح. عندها تناقص في السكان. نعم. حتى إنها يعني أصبحت مسألة تهمهم ويدرسونها ويعقدون المؤتمرات من أجلها إلى آخره. نعم. ولكن بدل أن يعتنوا بمسألة تكثير النسل بسبب الحث على الزواج الشرعي ولو في دينهم. نعم نعم. التجأوا إلى نوع آخر من التصرف، وهو حث المسلمين على التقليل من النسل. قد عقدت مؤتمرات أي في بلادهم أو في بلاد الإسلام، حتى بلاد الإسلام. آه. عقدت قضية نعم مؤتمر السكان. نعم. عقد في بعض الدول الأجنبية. نعم. نعم. هو ذاك. وعقد في الدول العربية كذلك. نعم. فهذا كله
نعم يشجعون الناس على مسألة ارتكاب الموبقات وأن يتركوا الزواج الشرعية وأن ينقص يعني نسل المسلمين عدد سكانهم. هذه خطة محكمة وللأسف الشديد من أبناء جنسنا من أبناء جلدتنا من يشجع على ذلك وقد هضم هذا الأمر. هذه من المصائب. لذلك عندنا مسألة أخرى في نفس النقطة هذه. نعم. يعني بعض الناس من العلمانيين وغيرهم يقولون نحن لا ننادي بمسألة قطع النسل. نعم. النسل قد يوجد حتى عن غير الطريق الزواج الشرعي. إيه فإذا اتصل رجل بامرأة فإنهما سينجبان وبالتالي عدد السكان يزيد سيرتفع وأنتم هذا الذي يهمكم. أقول لا، إحنا المسألة مرتبطة مش بمجرد نسل ولكن بنسب، ولذلك ذكرناه هنا النسل والنسب والعرض الثلاثة مجتمعات يمثلن شيئا واحدا عندنا. صحيح. فنحن نريد النسل في العالم أن يزيد، ولأنه كلما زاد النسل زاد المطيعون لله سبحانه وتعالى ولو بالنسبة. نعم. وإذا حافظنا على النسل بالزواج الشرعي فإننا حافظنا على النسب، فلا تختلط الأنساب. بينما إذا قلنا إنه مجرد وجود نسل في العالم وذلك باتصال رجل بامرأة بأي طريق كان فإن المسألة تتحول من بشر إلى حيوانات غير ناطقة. هذا الذي حدث عند الغرب وهذه مشكلة كبيرة. نعم. نعم صح. لا هو ربما حدث شيئا ما في بلاد الإسلام حدث. كذلك لا شك. نعم. لذلك نحن نقول إننا نود الزواج الشرعي الذي يحافظ على النسل وعلى النسب وكذلك على العرض. فنحن ليس عندنا من لا يهتم ولا لا تحدث له غيره عندما يعتدى على عرضه. هذه حتى بعض الحيوانات عندهم الغيره على العرض. نعم نعم. والبشر وهو في مرتبه اسمى. نعم. وقد فضله الله سبحانه وتعالى على كثير ممن خلق تفضيلا، فكيف لا يكون كذلك؟ نعم. فمساله العرض حتى مساله مهمه، وهذه علاجها الزواج الشرعي. والزواج الشرعي يعني بينه الشارع الحكيم في الديانات كلها بينه. يعني الفرق بين الزواج الشرعي والفسق مثلا هو يعني مسألة التزام بأوامر الشرع في أمور معينة. ولذلك يعني حتى طبيعة البشر، رأيت الإنسان إذا زنت ابنته وعنده نوع من الحياة فإن العار سيشمله ويتحسس حتى من الخروج إلى الناس ومن الاختلاط بهم. فإذا زوج ابنته من شخص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه فإنه يفتخر بذلك ويعلنها للناس. فنعم الفرق ضخم بين الزواج الشرعي وبين ما ينتج عن الموبقات من نسل. فليس همنا إذن النسل فقط وإنما همنا ثلاث أشياء مجتمعة. نعم شيخنا، تحدثت على موضوع النسل وتشجيع الإسلام للنسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مباخر بكم الأمم يوم القيامة. نرى يا شيخ بعض الدعوات في دول الإسلام على موضوع تنظيم النسل، وهناك دعايات وهناك بين موافق وهناك بين مانع موضوع النسل وتحديد النسل. فموقف الإسلام شيخنا من هذه المسألة، وهي مسألة يا شيخنا يعني معروفة لدى الجميع، هل ممكن تسليط الضوء يا شيخ على هذا الموضوع حتى يعني نبين للناس مثل هذا الموضوع؟ بالنسبة لمسألة عندنا هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. نعم. هي تحديد النسل ومنع النسل. أما منع النسل فهذه مسألة لم يقل بها أحد من المسلمين. قصدي أنا إذا نظرنا إلى الجماعة ككل. نعم. إلى المجتمع بأكمله. نعم. فيمتنع عليهم أن يتفقوا على إيقاف النسل وعلى منعه. نعم. أما بالنسبة للأفراد فهذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان هناك ظروف معينة وهي عبارة عن صحة الأم بالذات. نعم. نعم.
ولا يمكن أن نذكر هنا قضية الفقر وما إلى ذلك، فإن هذه تكفل الله سبحانه وتعالى بهذه خلقه مهما كثروا وكثر عددهم، فإن رزقهم موجود في السماء والأرض، ولذلك هذه مسألة تشغل المسلمين. لكن مسألة إذا وصلت المسألة إلى صحة الأم، فهذه المسألة الوحيدة اللي يمكن أن نقنن بها هذا الأمر، إما بقطعه عنها، وذلك إذا قرر أطباء يخافون الله ويتقونه أن حمل هذه المرأة سيؤثر على حياة أمها، على حياتها عفوا. فهذه المسألة لا شك أن الحفاظ على 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 حياة المرأة، وهي حياة متيقنة أكيدة، يعني أكثر من مسألة الجنين. الجنين قد يوجد وقد لا يوجد، ولذلك أباح العلماء حتى مسألة الإجهاض في الحالة هذه، إذا قرر الأطباء أكثر من واحد. نعم، بعض العلماء رأيتهم يقولون ثلاثة أطباء إذا قرروا شرعيون بطبيعة الحال، معنى يخافون الله وهم مسلمون، قسم الشرعيون بمعنى يتقنون الشريعة. نعم. إذا قرروا أن الجنين الذي في بطن الأم يعني يؤثر خطرا على حياتها فربما يميتها، أجازوا إجهاضه. فهذه دليل على أن الحي المتأكد من حياته أولى من الجنين الذي تحتمل حياته وتحتمل حياته وموته. نعم. هذه من ناحية. إذن على مستوى الأفراد كل يعني قضية تدرس على حدة. نعم. نعم. فأحيانا يجوز لهم حتى منع النسل. نعم. الزوجان. وأما يعني تحديد النسل، القضية أيضا تتبع مسألة الظروف الصحية للمرأة. نعم. أما حكاية التذرع خوف الرزق يا شيخ، أما التذرع بالفقر خوف من الفقر أو ظروف الحياة. الآن الحياة صعبة يقول لك يا شيخ، الحياة صعبة شوية، يقول لك والله كم نجيب 5 صغار صعب، لا أجيب حتى 60. لا لا لا، ليست نعم ليست صعبة والله، هذا تفكير البشر. بعض الدعوات يا شيخ الغربية هذه ويشجعها بعض الناس عندنا في بلادنا، هذه مسألة مشكلة. نعم صحيح هذا، ولكن الغرب يعني بينهم وبين أنفسهم يعرفون أن هذا غلط. أكيد. أن هذا غلط. نعم. نعم. بل يعرفون أن الرزق متوفر في ولذلك توجد دراسات كثيرة إذا أحسن استغلال ما في الأرض وما تأتي به السماء من أمطار ومياه وما إلى ذلك، فإن المسألة لا شيء فيها ولا إحراج فيها ولا أزمة فيها أبدا. هذا دراسات غربية. ما شيخ ما يقول لك واحد حط زي ما تقول دراسة قال هي زيادة عدد الأفراد والنسل في العالم من 1 2 1 4 8 16 32، قال أما الطعام الموجود في الأرض الآن وحسب الاستقراء 1 2 3 4 5، قال لا تناسب بينهما، لا تناسب. يقول هكذا هو واحد يعني غربي طبعا، غربي. نعم. ايه. ومع ذلك بينه وبين نفسه يعني بينه وبين نفسه يعرف أن هذا غلط. ايه. وأن ما في الأرض يكفي سكانها ولو تضاعفوا أضعافها، لا شك في ذلك. احنا هذا قرآن يتلى الى يوم القيامة وما توعدون وما توعدون. نعم. نعم. فالمسألة إذن احنا لا نخشى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نعم. من إملاق ولا تقتلوا يعني أولادكم من إملاق كذلك. فهذه المسألة وضحها القرآن ولا شك فيها. كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله واليوم. نعم. الآخر. نعم. يعرف أن هذا لا يحدث أبدا، الرزق موجود، يعني عقيدة يا شيخ هذا. نعم. عقيدة. نعم لا شك في ذلك. فإذا مسألة التذرع بقضية قلة الرزق أو كذا أو الظروف المعيشية الصعبة تذرع مغلوط، وهذا تأثير من بعض أبواق الكفار. نعم شيخنا الكريم، يعني لعله شيخنا احنا ما دام تكلمنا عن مسألة الزواج قبل أن ندخل في مسألة الزواج وسلسلة المهر وتوفير السكن والعمل، هذه مسائل مهمة، لكن هذه مسألة الزواج شيخنا تعلق بها عدة مسائل قبل أن نجوز إلى غيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخ، استعمال الضوابط الطبية الآن في تقليل من النسل مثل الأولاب مثل الحبوب، يعني بغير قطع النسل كليا، يعني تحديد النسل، استعمال موانع الحمل، فهل يجوز ذلك؟ هل يمنع هذا؟ هل يحرم ذلك؟ هل هذا قتل النفس؟ كذلك نتحدث عن الإجهاض كذلك يا أخنا الكريم، هناك من المرأة تجهض في الشهر الأول في الحمل، هناك في الشهر الثاني والثالث،
هناك من بعض الأطباء يا شيخ يقول والله الجنين ليس صحة الأم، إنما الجنين سيكون غير صحي، سيكون مثلا من ذوي الإعاقات أو كذا، فهل يجوز هنا إسقاط الحمل أم لا؟ هذه نقاط كثيرة جدا كثيرة ذكرتها يعني في هذه المقدمة، سنأخذ البعض منها شيخنا. قبل أن نأخذ منها نستلم هذه المكالمة حفظكم الله تعالى. نعم عبد الله تفضل أخي الكريم، أهلا وسهلا بك عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندنا سؤالين معلش. تفضل أخي عبد الله، تفضل أخي الكريم. شيخ السؤال الأول، روى الإمام مالك في الموطأ عن عمه سهيل بن مالك عن أبيه اللي هو جدة قال معنى كلامي أدركت لا أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا النداء الأذان، يعني تغيرت أشياء واجدة إلا النداء، يعني تغيرت أشياء واجدة أثرها هذا الصحابي إلا الأذان تمام. فقال الإمام زوقاني استدل به البعض على عدم حجية عمل المدينة، على عدم حجية عمل المدينة الواحد. السؤال الثاني الشيخ النبي يقول لمن مالك الموطا إن من أصاب حيوانا بكسر مثلا عليه قدر نصف ما نقص من ثمنه، مثلا حيوان ب200 أنا عوقته و أعطي بعد الإصابة أعطي فيه 100 أنا ندفع 100 للغريب، هل ينسحب هذا الحكم على السيارات وجزاكم الله خيرا؟ الحكم هذا يجري على السيارة أم لا؟ لا. طيب نعم ما فيه نعم. إذا الشيخ الكريم نبدأ إذا بمسألة الإجهاض، الدكتور أو الطبيب إذا قال للأم أن الطفل سينشأ أو سيظهر إلى هذه الدنيا وهو معاق فيأمرها بإسقاطه، هل يجوز ذلك أم لا؟ حتى لو كان في الأشهر المتقدمة يا شيخ، مرة الخامس والسادس والسابع. هي هذه من المسائل الشائكة وقد درسها حتى المجمع الفقهي. فالمسألة يعني فيها تفصيل. جميل. أولا إذا كان هذا الإجهاض هذا في فترة محدودة، فترة يعني متقدمة قد نفخ الروح يعني في أول الحمل. أول الحمل نعم. نعم. وهذه أيضا ما فيها خلاف بين العلماء حتى قديما. نعم. إلى كم يعني يمكنه أن يجهض الجنين. جميل. بعضهم كثير منهم ذهبوا إلى 120 يوما واستنادا للحديث حديث الروح يعني نعم ينفخ فيه كذا ومضغة وبعضهم ذهب إلى قضية 40 يوما فما دون يجوز الإجهاض، وبعد 40 يتوقف عن ذلك، بعضهم ذهب إلى ذلك. لكن الطب الحديث درس المسألة وقال إن بداية الحياة تبدأ بمجرد التحام يعني الحيوان المنوي من الذكر بقضية البويضة بالأنثى، عندما يلتحمان ولا ينفصلان عندئذ تبدأ الحياة. حتى إنهم صوروا بعض الأمور بفيديوهات وما إلى ذلك بقضية كيف إذا منع الحمل بعد التحام الحيوان بالبويضة كيف يدافع هذا الجنين في ساعاته الأولى وفي أيامه الأولى من باب أولى. نعم. كيف يدافع عن نفسه وكيف يتعذب بهذا الفصل الذي حدث له بهذه الأدوية، فمن يرى ذلك يتأثر. نعم. ولذلك غير كثير من الفقهاء فتاواهم في مسألة جواز الإجهاض حتى في بداية 40. حتى في بداية للرفع أو حداية للحمل. فهذه المسألة مهمة، لكن عند الاضطرار كما ذكرنا قضية أن الأم يخاف عليها، لا شك أن الإجهاض في هذه المرحلة يعني أخف بكثير بالضبط من الإجهاض بعد ذلك. نعم. خصوصا في أواخر أيام الحمل. نعم. ولذلك فرق كبير بين هذا وذاك، الأقل مسألة خلافية في الأولى. نعم. ولكنها مسألة يعني شبه مجمع عليها في النهاية، فارتكاب إجهاض الجنين في مراحله الأولى عند وجود
المبرر وهي حياة الأم، لا شك في ذلك. بقي الشق الثاني، مسألة الإجهاض بسبب ما يقرره الأطباء من أن الجنين سيولد ولكنه سيولد ذا عاهة، فهل يجوز يعني إجهاضه والتخلص منه؟ المسألة هذه يعني سببت إشكالا ومناقشة كبيرة بين العلماء، والذي الآن في ذهني من هذه المسألة هي كالآتي: إذا كان هذا الجنين يعني التشوه امتاع تشوها لا يمكن أن يعيش معه أبدا ولا يمكن أن يتصرف في الحياة أبدا، يعني يكون مثلا لا بصر له ولا سمع له ولا كذا إلى آخره، كأن جسمه في نوع من الاختلاط الكامل، فجوزوا ذلك. أما إذا كانت المسألة أولا احتمالية، هذه من ناحية، ولو كانت حتى غير احتمالية بل هي يقينية، ولكن هذا التشوه لا يمنع مما ذكرنا، وهذه موجودة في الحياة. بعض الناس يعني كانوا ذوي إعاقة ومع ذلك عاشوا، بالضبط عاشوا لا وخدموا المجتمع، صحيح، في بعض الأحيان أكثر مما خدمه بعض الصحاح، ولذلك طبعا ولذلك نعم ولذلك يجب التأكد من المسألة في شقيها كما ذكرنا، والله أعلم. حفظك شيخ، نستقبل مكالمة الأخ وليد. نعم تفضل وليد. فصل، عذرا يا أخ وليد، إن شاء الله ننتظرك أم ماذا يا وليد؟ نأخذ مكالمة أخرى. طيب تفضل. نعم، إذا نبدأ مع الشيخ إن شاء الله تعالى وننتظر وليد جزاه الله خيرا. نعم. أيوه أيوه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، من الأخ الكريم؟ أمة الله. تفضلي يا أختي أمة الله، تفضلي. نفس عندي أربع أسئلة. تفضلي يا أمة الله، تفضلي يا أختي. السؤال الأول: الدم الذي يخرج من الجروح في جسم الإنسان طاهر أم نجس؟ يخرج من جسم الإنسان، طيب. الجروح طاهر أم نجس؟ تفضلي. هذه السؤال الثاني. نعم. هذه براز الحشرات أتامكم الله، جميع الحشرات مثل الذباب والناموس والوشواشة طاهر أم نجس؟ وكذلك ميتة الحشرات طاهرة أو نجسة؟ السؤال الثالث. أيوة. الحشرات والثاني. هذه السؤال الثاني: براز الحشرات أكرمكم الله طاهر أو نجس؟ جميع الحشرات. طيب. وميتتها، ميتة الحشرات شتي؟ ميتتها. طيب. السؤال الثالث: سور القطة طاهر أم نجس؟ وكذلك إذا علق شعرها ببدن أو ملابس الإنسان طاهر أو نجس؟ طيب، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. حسن تفضل يا حسن. ألو. نعم يا حسن، تفضل أخي الكريم. مرحبا، أهلا وسهلا. حياك الله أخي الكريم، تفضل يا حسن. الحمد لله، شنو حالك؟ الله يسلمك أخي الكريم. ربنا يحفظك شيخنا. تفضل. الحمد لله، عندي سؤال نتاع الكفارة نتاع المالية، مثلا كفارة تسبب بالمال مش بالطعام. إي، كفارة ماذا؟ كفارة اليمين ولا كفارة ماذا؟ إطعام يعني. إطعام 60 مسكين يعني. أيوة كفارة به. طيب الكفارة تسأل، أيوة هنا تدفع مالا أم إطعام؟ أريد أن ندفع كم قيمة مالية يعني الفرد الواحد. طيب طيب، كفارة ماذا؟ كم الكفارة؟ كفارة اليمين. أيوة 60 يوما. 60 مسكين قال كفارة. 60 مسكين. باي طيب. أيوة 60 مسكين. 60 مسكين قيمة ندفع لواحد فرد من 60 كم يعني؟ باي طيب، حاضر حاضر إن شاء الله، سيجيبك الشيخ الله يحفظه. طيب حسن. نعم نعم، محمود تفضل يا أخي. محمود. ألو، السلام عليكم. تفضل يا مرحبا محمود. شنو حالك؟ الله يسلمك أخوي محمود، مرحبتين بك. ثلاثة ولا أربعة أسئلة بس. يا سلام، مرحبتين بك، أهلا وسهلا يا سيدي. بنظرك على الشباب، انا من تو يدعي ان سلفي يعني، وليس نعم. في ولي الامر نعم اللي موجود هنا في طرابلس نعم، المفروض يكون صار وضحي يعني نعم.
يقول ان ولي الامر هو قاعد في طبرق ومش عارف شنو هو اللي يتحكم في الامور اللي موجوده في طرابلس. طيب اخي حاضر، يعني تسال شنو حكمه؟ باي تسال كيف من هو ولي الامر؟ ايه بالضبط ايوه في طرابلس احنا. باي طيب شكرا شكرا. ايه والسؤال عندي سؤال ثاني يا شيخ. تفضل معاك يا محمود معاك. بنسال على الفريضه الواجبه في الميراث شنو حكمها؟ الفريضه الواجبه؟ ايه عندنا الوالد توفى قبل جد يعني نبي نسال شنو حكم هل نقدر احنا يعني نورثه فيه ولا لا؟ الوالد توفى قبل ها؟ الوالد توفى قبل احنا قبل جدتك باي. بالضبط وعندنا طبعا عنده اولاد كبار يعني. باي طيب اخي الكريم. باي والسؤال الثاني. تفضل. معلش سامحنا. لا لا بس واحد خش مسبوق في صلاة الظهر مثال. واحد دخل مسبوق. ايه في صلاة الظهر. نعم. وفاتوه الركعات كلهم باي. ادرك ثلاثة ركعات. وادرك ثلاثة. ثلاثة ركعات الإمام زي وجاب الركعة الرابعة وجاب ركعة خامسة. سهل الإمام. ايه وجاب الركعة الخامسة باهي. يعني نط مع الإمام جبت الركعة بدون عندي أربعة والإمام خمسة. نعم. شنو حكمها؟ شنو نسجد يعني فيها السجود سهو ولا نجيب أني الركعة اللي ما جات ولا كيف يعني؟ طيب يا محمود جزاك الله سؤال ممتاز جدا يا محمود. ويقع هذا للناس. حاضر سيجيبك الشيخ. شكرا محمود. يسمع فيك الشيخ الله يحفظك يبارك فيك يسلم عليك محمود يا شيخ. طيب ما فيش تليفونات. طيب شيخنا الكريم مسألة هذه انتهينا منها الله يحفظك مسألة الإجهاض وقد بينتها والإجهاض إذا كان يترتب على صحة الأم هذا باتفاق إذا كان تنضر الأم يسقط أما إذا كان الجنين هذا على التفصيل اللي ذكرت حفظك الله. طيب شيخنا الكريم مسألة الآن النسل كما ذكرنا أن بعض الناس يقول والله أنا لا أعزل كيف مسألة العزل يعني بعض الناس النساء تستعمل اللولو وبعضها تستعمل مثلا حبوب الحمل قد تضر بصحتها والبعض يتحرج من هذا كله ويقول هذا عياذ بالله لا نؤمن بالرزق هكذا يجب أن نجيب الأولاد ويكون سبب في حفاظ على النسل فما حكم هذه المسألة مسألة موانع الحمل هذه شيخنا؟ موانع الحمل متعددة وهي تختلف من مانع إلى آخر من ناحية وتختلف من امرأة إلى أخرى. أما بالنسبة للولب فإن العلماء الذين درسوا هذه المسألة نعم ذهبوا إلى أنه يعني نوع من منع النسل في بداية الحمل. قالوا إن الحيوان والبويضة يلتحمان واللولب هذا يتدخل في العملية فيفصل بينهما أو شيء من هذا القبيل فإذا كان الأمر كذلك يصبح ممنوعا وإذا كان يحول بين وصول الحيوان المنوي إلى البويضة فهذا لا شيء فيه هذا من قبيل العزل الذي جاء فيه الحديث ويعني الأثر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فلم يأمرنا ولم ينهانا نعم ما مسألة إذن لا شيء فيها وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار أن النسمة إذا أراد الله خلقها فإنها ستخلق عزلتم أم لم تعزلوا فهذا يدل على جواز العزل ولكن فيه تفصيل أيضا جميل. قال لابد علماؤنا تكلموا عن ذلك وقالوا لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته الحرة ولأنهم اتحدثوا عن الإماء أيضا لا يجوز أن يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها فإذا رضيت بالعزل فله أن يفعل ذلك وإن أبت فليس له ذلك لأن من حقها كذلك العملية مشتركة قضية التمتع بين الزوجين مسألة مشتركة ولذلك لا يجوز العزل إلا بإذن الزوجة نعم هذه مسألة العزل نعم بالنسبة لللولب قلنا أكثر العلماء على أنه يعني ممنوع للسبب الذي ذكرناه ولكن أنا أقول هذا يرجع فيه إلى طبيعة اللولب إذا قرر الأطباء أنه يفصل بين التحام الحيوان بالبويضة فذلك ليس ممنوعا نوع من العزل وإذا قالوا إنه يتدخل بعد التحام الحيوان بالبويضة فهذا هو الممنوع
نعم. ولعل الشيخ بجميع الطرق المشروع على بأسه، ما في شيء، مثل حبوب مثل كذا، مثل لا لا لا، العزل هو إفراغ المني خارج الرحم. نعم هذه كلها، نعم. هذا المقصود. أما بالنسبة للموانع، نعم. أما بالنسبة للحبوب فإن المسألة تتصل، قد ذكرتم في المقدمة أن بعض هذه الحبوب قد تضر بالأم، وهذه تمنع من جانب الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ولذلك ممنوع، يعني هذه المسألة ممنوعة بسبب آخر. أما من حيث المبدأ ما في شيء، لا شيء في ذلك، لكن من حيث المنتهى لما كانت تضر بالأم فيمنع من هذا الجانب. أحيانا عندنا أشياء حلال إحنا، لكن الطريقة أو تدخل فيها أشياء من الخارج فتحرم لأجلها، وهذه من ضمنها. وهذه أيضا تختلف من امرأة لأخرى، فبعض النساء لا يضرها ذلك، وبعض النساء قد تتضرر من ذلك فتكون ممنوعة على امرأة وليست ممنوعة على أخرى، على طبيعة الجسم يعني، الله. وعلى ما يقوله الأطباء. والله أعلم. نعم شيخنا، شيخنا البواعث الأول، يوجد آيات وحديث تحرم العزل والله تجيزه والله في القرآن والسنة، ما في شيء هذه المسألة جوازه أو تحرمته، يعني هل يجوز أو يحرم؟ بعض الناس يقول لك يتحرج ويقول لا والله لا أفعل ذلك وهذا حرام، يعني لا أفعل ذلك، فهل هذا جائز يعني من ناحية الكتاب والسنة؟ لا، الذي أعرفه أن الكتاب لم يتحدث عن ذلك. نعم. وقد تحدثت السنة، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على العزل لم ينههم عن ذلك. نعم. فدل ذلك على جوازه. نعم. ولذلك لا بأس بالعزل، قلنا لكن بشرط رضا الطرفين. نعم شيخنا، ممكن بعض النساء تستعمل كما ذكرت عملية التعقيم للزوج أو الزوجة، هناك شيخ يعني قطع شيء من الزوج، من قبل الزوج يقطع منه مثلا شيء فيمتنع عن الإنجاب، يعني ليش في الزوجة وإنما في الزوج؟ هذا يدخل في كذلك الحرمة، يدخل في الموضوع الأول. نعم هذا محرم. إيه؟ لأن هذا حيكون هذا قطع أبدي، قطع يعني للنسل، قطع للنسل. إيه؟ هذا ممنوع سواء كان من جانب الذكر أو من جانب الأنثى. نعم. إلا في حالة واحدة اللي هي تتصل بالأنثى وليس بالذكر. نعم. الحكاية أن الإنجاب سيقضي عليها. نعم. إذا قرر الأطباء ذلك يجوز قطع النسل بالنسبة للمرأة، أما الرجل فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفعل به ذلك. والمسألة احنا نوقض الناس، المسألة هي كلها بيد الله سبحانه وتعالى، بيده الخلق والرزق. نعم. والإحياء والإماتة، وقد حدث ذلك، فقد حكى لي صديق. نعم. أن طبيبة تزوجت طبيبا، ويعني هكذا على كل حال فهم من الحياة أنها ربما تكون نوع من التمتع وكذا. نعم. فاتفقا على أن تقطع نسلها بعملية جراحية، وإذ بطفلها الذي فرحت به يتوفى بعد فترة، فيعني أصابتها غمة لم تحدث لكثير من الناس، فندمت على ذلك ولا من دم، ماذا تستطيع أن تفعل؟ انتهت بالضبط. ولذلك مسألة واحد يقول والله أنا الآن حصل لي مثلا 10 من الأطفال يكفيني ذلك، كمن قال أنهم سيعيشون؟ أنت كان عندك يعني كان عندك برهان. نعم. قاطع بأن أولادك سيعيشون، ربما هذا، ولكن صحيح. أنت لا تملك لا لنفسك شيئا ولا لغيرك شيئا. الله المستعان. شيخ نستطيع أن نأخذ يعني نجمل هذا الكلام، ما دام هناك ضرر واقع على المرأة، والضرر هذا أكيد لا محالة كما ذكرت حضرتك، يعني يقرره الأطباء الثقات. نعم. بأي نوع من الأنواع ويقطع حتى الإنجاب، يعني صحيح، ما فيش مانع. صحيح، جزاكم الله خيرا. شيخنا الزواج هذا يحتاج إلى حقيقة، إلى مهر، والحكاية شيخنا هذه الأيام الشباب نشوف فيهم ما شاء الله، يعني عددهم أصبح سن الزواج من 35 والأربعين، هذا كان زوج في 40 يعني هذا صغير زوج هذه الأيام، يعني الزواج 25 23. يا شيخ مسألة المهر، وأن الإنسان يقف على بيت ويطلب بنت ولا تعطى له هذه، يا أخي هذه مسألة هي تتصل بقضية المهر، هذا هو الإسلام سهله تسهيلا
عجيبا. نعم. ما 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 عقده ولا صعبه. ولذلك يعني اكثر العلماء عندهم ايش هو المهر؟ كم قدره؟ ربع دينار. ربع دينار ذهبي. ذهبي نعم. اللي هو 1.7 من الجرام. جرام فاصلة 700 من الجرام من الذهب. 200 دينار او شيء يعني. ما 200 جنيه ريال. ما اظنش وصل هذا. لا يصل. واقصى اقصى جرام ربما وصل لا اعرف 60 والله كذا. اديره حتى 80 دينار، ديره 100. نعم. هذه كل القصة، هذه واحدة. إذا المهر سهل، ما فيش مشكلة بتاتا. اللي صار نحن عقدنا الحياة. كانوا إلى عهد قريب، وأنا طبعا عندي بتاع 30 40 عام أو حتى 50 تعتبر قريبة. الله. كانوا إلى عهد قريب يعني تسكن العائلات في منزل واحد. يعني المنزل فيه 6 عائلات، فيه 7 عائلات، لكل عائلة دار، زوج وزوجته. نعم. نعم. فهذه المسألة ما عادش يرتضاها الناس الآن. صعبة يا شيخ. ثم بعد ذلك أن يحصل الإنسان على مسكن يؤويه من القر والحر، حتى أيضا هذه لا ترضي الناس الآن. لا، أنا سأعمل مثل ما فعل فلان الفيلا بتاعه، وبعض الناس يقومون بزيارات ويعاينون ويستعينون بأهل الخبرة، وأريد منزلا مثل فلان وفلان. يا أخي، الله سبحانه وتعالى خلق الناس طبقات. صحيح. والأرزاق قسمها كما يريد. المسألة ليس هكذا. فنحن إذا صعبنا المسألة. أما في الأصل لما عندك بيت يويك من الحر والقر، حتى بصفيح والله بغير، هذا الأصل. ومهر 100 دينار كما ذكرنا، هذه كل القصة. والصعوبة من جانب آخر، وهي من جانب الزوجة. نعم. كذلك، فإنها تريد منزلا مستقلا، وتريد زوجا له سيارة فارهة ولو مشطها. طيب شيطاني لا أحب التعبير به، ولكنه انتشر في المجتمع. هذا مشهور ومعروف يا شيخ، مصطلح معروف. انتشر في المجتمع. نعم. مش مشكلة من حل أو من حرام، مش مشكلة. لا، أيوة. ما عادش في إشكال. لا يهمه ذلك. نعم. ثم بعد ذلك آباء ربما البنات كذلك يبي صفات معينة في نعم، له راتب كذا كذا، والله منزل كذا كذا، وله سيارة كذا كذا، وعنده من المشاريع ما شاء الله كذا كذا. وهذه مسألة يعني خطيرة. ولا تاكم من ترضوا دينه يا شيخ وخلقه فزوجوه. الله. هذه المسألة بالنسبة للآباء. بالنسبة للأزواج كذلك، المفروض يعني أن يحرصوا على ذات الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. لأن الجمال قد يذهب، هذه قضية معروفة، والمال قد يذهب. كم واحد في ليلة يعني، هذه صارت حتى خصوصا في الأزمات بتاع المالية. اي والله صارت. نعم. واحد كان يملك مليارات فأصبح الصبح باكيا ينتحب لأنه لا مال له نهائيا. فالمسألة المال هذا يجيء ويذهب كما يقول الناس، والجمال بعد فترة يذهب. نعم. معروف. يعني أنت أعجبت بفتاة في سن معينة، وهذه حكينا عليها، قلنا من فضل الله سبحانه وتعالى قضية أن أمر بغض البصر وعدم الاختلاط، لأن هذا في صالح الذكور والإناث. نعم. فهذه كلها حواجز عن ارتكاب المحرمات. نعم. نعم. شيخنا بارك الله فيك، هو هذا موضوع المهر، موضوع لعلنا نتناول حتى المرة القادمة طويل شوية طويل. ونشجع الشباب على الزواج، ونتمنى إن شاء الله البلاد لما ترتاح وتستفيد من ثرواتها الموجودة المتبعثرة. وطمع فينا يا شيخ الأعداء من كل حدب وصوب من كل مكان، ليبيا يا شيخ مليئة بالخيرات، سبحان الله الشاطئ الطويل، ولها يعني خيرات من النفط، ولها خيرات من الذهب، وأشياء كثيرة. صحيح. تزوج الشباب كل واحد ممكن 4 يا شيخ، إذا ممكنة كل واحد يتزوج 4. لكن يا شيخنا نريد تزوج 4 واحدة فقط. جزاكم الله خير شيخنا. ممكن شيخنا الأخ عبد الله، نأتي الأسئلة لأن الوقت خلاص ضاق علينا. الأخ عبد الله الشيخ يقول روى الإمام الموطأ، يقول والله حقيقة الصوت كان بعيد شوية، أنا ما سمعته شيئا، فيقول يستدل به بقول الإمام مالك، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قال الزرقاني على عدم صحة عمل أهل المدينة، أو على عدم صحة عمل أهل المدينة. عموما شيخ أخ عبد الله لعله يتصل بنا في المرة القادمة إن شاء الله، لأن كان الصوت غير واضح، بعض الكلمات كانت
ضيع منها يعني. فهمتاش يعني ما الزرقاني يقول لا صحة لعمل أهل المدينة. اي لا هذه لا يمكن أن تفعل، لا يمكن أن تقال. الزرقاني مالكي وعمل أصل من أصول الإمام مالك وعمل أهل المدينة معروف يعني، لكن له قيودات و يعني. واحنا ننصح هذا الرجل، هو يبدو أنه رجل مثقف وطالب نعم علم نعم، يرجع إلى ما كتبه القاضي عياض في مقدمة ترتيب المدارك، فإنه قسم عمل المدينة إلى أقسام وذكر أين الراجح فيها وغير المرجوح وما إلى ذلك. نعم، كذلك يقول على الإمام مالك، يقول من أصاب حيوانا عليه مثلا، أصاب هذا الحيوان عليه يعني كأنه هديته أو أرشه يعني، فهل يكون حتى على السيارة يجري على السيارة أو مثل هذا الكلام يعني أخ؟ يعني حيوان دهسه حيوان إنسان إيه يعني قتله إيه إنسان نعم. إذا كان هذا الحيوان ماذونا في اتخاذه ويملكه شخص لا شك أنه يطالب بضمانه نعم. نعم مهما كان الماذون باتخاذه نعم. واحد ضرب مثلا في الطريق سواء بدابته ولنفرض حتى برجله يعني ضرب يعني شيئا مملوكا لشخص آخر حيوانا مملوكا نعم، فعليه ضمانه حتى لا وخلينا نفهم شيء زين، كانه ما ماتش يعني الحيوان هذا ما ماتش، اصيب يعني اصابه بالغه يدفع ارشه ارشه يدفع ارشه. الفرق بين نعم بين فرق كونه صحيحا وكونه معيبا. يقول هذا الحكم يجري في السياره كذلك؟ نعم نعم هذا قصدي الاخ عبد الله، ولعل المره القادمه اخوي عبد الله بالله تواصل معنا نستفيد منه، حتى احنا نستفيد منه، انا استفيد منه ان شاء الله. السؤال اخ امه الله شيخ تقول الدم الذي يخرج من جسم الانسان طاهر ام نجس؟ الدم ما دام في جسم الانسان طاهر ما دام داخل الجسم، فإذا خرج من الجسم فإنه نجس. لكن العلماء تحدثوا عن مسألة مهمة لعلها هي حتى طالبة علم، هذه لابد لنا تتحدث عن الأعيان الطاهرة والنجسة صحيح نعم. فعندنا مقدار معين من الدم معفون عنه، لأن والعلماء يحددونه بالدرهم البغلي نعم، واختلفوا في هذا الدرهم البغلي بين من قال إنه المقصود بتلك العلامة نعم التي هي في ذراع البغل، وبين من قال إنه درهم كان سابقا يضربه سلطان اسمه البغل فهو درهم بغلي. في كل الحالات يعني ما يساوي 10 قروش أكبر 50 قرش 500 درهم بعملتنا الحاضرة، هذا معفو عنه والمسألة تقديرية، فإذا زاد على ذلك فيجب أن يزال. أما ما كان ذلك وقالوا واشترطوا فيه إيه؟ أن يكون من دم الإنسان نفسه، أما إذا تلطخ بدم آخر فمسألة أخرى. الله يفتح عليك شيخ نعم. الأخ ناس تقول براز الحشرات طاهر أم نجس؟ الحشرة كذلك ميتتها ميتة الحشرة ميتة الحشرات ما فيها شيء، لا شيء فيها نعم طاهرة نعم، حتى إنها إذا وقعت في طعام يؤكل لا ينجس. احنا عندنا القاعدة العامة الحشرات وما كان له نفس سائلة هذا يؤثر ينجس إذا مات في طعام أو في مائعات نعم، إلا قضية الماء لها حكمها، الماء له حكمه الخاص به نعم. وإذا كانت لا دم لها إذا لم لا دم لها نعم هذه الحشرة لا تنجس لا الطعام ولا المائعات ولا شيء من هذا القبيل نعم. والذي ذكرته الذباب والصرصور والخنفسة وما إلى ذلك هذه كلها دمها ليس ذاتيا لذلك ليس نجسا نعم. حفظك الله شيخنا، هي ما زال في بعض الأسئلة إن شاء الله، وعد مني إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة الأخت أمت الله والأخ حسن بإذن الله سبحانه وتعالى سنجيب عنها إن شاء الله تعالى. شيخنا الوقت انتهى، حفظكم الله تعالى وبارك الله في أعمالكم وأعمالكم وعلمكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي ذرياتكم، حفظكم الله تعالى. إخوتي أخواتي جئنا لنهاية الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداية وقاية منا.